يعطيكم العافية. إذا ذاكرين في المحاضرة السابقة أو في الفيديو السابق، يعني إنه حكينا عن التكامل، أوكي؟ اليوم أو في الفيديو هذا راح نحكي عن التفاضل، أو numerical differentiation، أوكي يا شباب؟ هلا التفاضل عندي في تشابتر 23 مطلوب منك فيه في المادة، هون عندي بس سكشن 23.1، اوكي يا شباب؟ اوكي، المرة الثانية لو بنرجع على الكتاب مطلوب منك سكشن 23.1 فقط، اوكي؟ اوكي، طيب انت شو فيها هلا؟ اذا ذاكرين عندي من تشابتر 4 التيلر سيريز عندي اياها كانت بتحكي لك ايش، انه اذا في عندك فانكشن انه اف اوف انه اكس اي بلس 1 بتساوي عندي اف اوف اكس اي بلس اف برايم اوف اكس اي في اتش الستيب سايز زائد اف دبل برايم اوف اكس اي اتش تربيع على 2 بلس 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 الى اخره، اوكي؟ هسا اذا متذكرين اذا بناخذ الفيرست ان اوردر ابروكسيميشن اللي عندي في راح تكون كل الكترمات اللي من هون كنت طالع عندي اياها زيرو، راح يطلع معي الفانكشن اف اوف اكس اي بلس 1 بيساوي عندي اف اوف اكس اي بلس اف بلس اف برايم اوف اكس اي تايمز اتش اتش، مره ثانيه عندي اياها الستيب سايز، اوكي؟ زائد ايش؟ زائد او اوف اتش، انه the order of h. هلا the order of انه h هاي انت اياها ايش؟ انه the error اللي التضايل معي من تيلر سيريز. هلا احنا بنعرف ان تيلر سيريز عندي اياها فيها انه infinite terms. هسا اذا بدي بس منها the first in order approximation راح يضل معي في انه في error او الترانكيشن انه ايرور، اوكي؟ هلا اللي سميناه هون او اوف اتش اور اللي هو فيرست ان اوردر ابروكسيميشن ايرور، اوكي يا شباب؟ اوكي، او اوف اتش، اوكي؟ طيب هلا من هون بقدر اطلع الاف برايم اوف الاكس اي اللي حتكون عندي ايش؟ اف برايم اوف اكس اي بتساوي عندي اف اوف اكس اي minus f of x i مقسومة على h، اوكي؟ زائد o of h، اوكي؟ دائما في ايرور عندي، اوكي شباب؟ اوكي، طيب هسا لو بدي اطلعها بالرسم هاي حتكون عندي ايش؟ هسا اذا في عندك a function بدي اسميه هون function f اللي عندي هون، اوكي؟ اذا في عندي point x i صورتها f of x i، اوكي؟ وانه عندي كمان اكس اي بلس 1 صورتها عندي اياها اف اوف اكس اي بلس 1، المسافه بيناتهم ستيب سايز عندي اياها اتش، اوكي؟ هلا اذا بدك الديريفاتيف اف برايم اوف اكس اي اللي هي عندي اياها شو؟ السلوب اللي عندي اياها هون، السلوب ات الاف اوف اكس اي، انه عند البوينت هاي، اوكي؟ السلوب انا كمان عندي اياها بنعرف انه تان الثيتا اللي عندي هون، اوكي؟ اذا بوصل بين التو بوينتس عندي هون في خط لينير راح يطلع عندك الثيتا، والسلوب للبوينت هاي هو عندي تان الثيتا اللي عندي اف ديريفاتيف اوف اكس اي، مش هيك شباب؟ اوكي، هسا السلوب عندي هون او التان الثيتا عندي ايش؟ الطول هذا المقابل المقسوم عندي على المجاور، اوكي؟ المقابل هذا عندي f of x i plus 1 minus f of x i f of x i plus 1 minus f of x i انه على المجاور h. اذا بقدر هيك كمان اطلعها من الرسم، اوكي شباب؟ اوكي، طيب هلا احنا هون طلعنا ال first derivative. طيب اذا بدي ال second derivative شو لازم سوي؟ هسا لو اني للفانكشن هذا طلعت اف برايم عند كل
نقطة ورسمته. أوكي عندي إنه صار في كيرف f prime of x i. الديريفاتيف للفانكشن هذا عندي إياها كانت بالشكل هذا. أوكي عندي كمان السيم two points x i و x i plus one. صورة x i عندي إياها f prime of x i. قد ننساش شنو هاي عندي إياها الديريفاتيف صح؟ وهاي عندي إياها صورة ال x i plus one هي عندي إياها f prime of x i plus one والمسافة عندي إياها أو step size عندي إياها h. أوكي هلا الرسم هاي هي عندي إياها derivative at each point of this curve. أوكي شباب أوكي هسا إذا بدي أطلع السلوب عند ال point هاي السلوب ال point هاي أو إنه ال derivative of the first derivative أو اللي عندي إياها second derivative صح؟ أوكي هلا السكند ديريفاتيف هاي عندي اياها السلوب هون او تان ثيتا هاي اللي راح يطلع معي ايش تان ثيتا المقابل مقسوم على المجاور اللي عندي اياها اف برايم اوف اكس اي بلس 1 ماينس اف اكس انه اف برايم اوف اكس اي مقسوم على الستيب سايز اتش اللي عندي اياها هون. اوكي اوكي طيب هسه لو بعوض الديريفاتيفز اللي عندي هون من الايكويشن هاي راح يطلع عندي ايش راح يطلع عندي انه f prime of xi plus 1 حتكون عندي ايش f of xi plus 2 minus f of xi plus 1 مقسوم على h. اوكي كده بعوض محل i هاي انه i plus 1 هاي حصل عندي اياها i plus 2 هاي حصل عندي اياها i plus 1. اوكي شباب اوكي اذا الديريفاتيف هاي حتكون عندي اياها f of xi plus 2 minus f of xi plus 1 مقسوم على h وال الديريفاتيف هاي f prime of xi عندي اياها هون راح يطلع عندي المقدار انه كله عندي اياه مقسوم على الستيب سايز h اللي عندي اياها هون وهون. اوكي طيب هسه هاي مع شويه ترتيب راح يطلع معك f double prime of xi المشتقة الثانية بتساوي عندي اياها f xi plus 2 minus 2 f xi plus 1 plus f of xi الكل مقسوم عندي اياها على h التربيع. اوكي هلا هاي بدي اسميها equation 2 بس تنساش اني بقدر كمان هاي اطلعها من تيلر سيريز اللي عندي اياها هون. اوكي بقدر اطلعها من تيلر السيريز اللي عندي اياها هون اللي حتكون عندي اياها اوف انه ذا اوردر اوف او اوف اتش. اوكي شباب اوكي اوكي هسه لو بيرجع لتيلر السيريز باك تو تيلر سيريز اللي كانت عندي اياها ايش اف اوف اكس اي بلس 1 بتساوي اف اوف اكس اي بلس اف برايم اوف اكس اي تايمز اتش زائد اف دبل prime of xi h تربيع 2 plus f المشتقة الثالثة xi h تكعيب على 3 factorial plus plus plus. اوكي طيب هسه لو بناخذ هون a second in order approximation اوكي او انه الترمات اللي من هون طالعها بدي اعتبرها زيرو صح راح يطلع معي جتيلر السيريز بدها تكون ايش f of xi plus 1 بتساوي f of xi plus f derivative xi في h plus f double derivative of xi h تربيع على 2 plus ايش انه o of h تربيع انه the order of the second order approximation the error هون عندي هو o h تربيع اللي جاي من the second in order approximation approximation في حالة the first order كانت عندي h the power 1 اوكي اما في حالة the second order عندي h تربيع h the power 2 هلا انه اكبر power عندي اياه ال h هون عندي اياه 2 هون عندي اياه راح تكون كمان 2 في حالة the first انه اكبر power of انه h هون عندي اياه واحد اذا h هون حتكون عندي اياها of the order 1 of or 1 اوكي شباب o of h هاي عندي اياها first
order approximation إنه error، و OH تربيع هي second in order approximation إنه error. أوكي شباب، أوكي طيب. هسا مع شوية ترتيب هون، ولو بعوض ال equation 2 هاي equation 2 محل ال derivative هاي، رح يطلع معي معادلة الثاني of ال f prime of xi. شو الفرق بينها وبين المعادلة اللي طلعناها قبل شوي هون؟ الفرق هون ايش؟ انه هاي of the order of h 1، اما اللي عندي هون انه the order of h تربيع. شو يعني؟ انه دقة هاي عندي هي احسن، دقة ال equation هاي في ايجاد الديريفاتيف عندي اياها احسن. حتكون عندي f prime of xi بتساوي minus f i عفوا minus f of xi plus 2 plus 4 f xi minus xi plus 1. هاي شباب هاي f xi plus 1. اوكي f xi plus 1 minus 3 f of xi الكل مقسوم عندي على 2 h. المرة الثانية عندي i plus 1 راح اضبطها في النوتس ان شاء الله. اوكي بس ايش؟ انه the order of h تربيع، يعني انه هون كان في عندي terms انه اكثر بتيلر سيريز اللي قدرت اطلع منها ال f prime هاي. واحنا بنعرف اذا بنستخدم terms انه اكثر بتيلر سيريز بتعطيني accuracy انه احسن. اوكي شباب، اوكي اذا ايش دقة الايكويشن هاي عندي اياها انها احسن من اللي طلعناها of the order of OH. اوكي شباب، اوكي طيب. بنفس الطريقة اللي استخدمناها هون لإيجاد السكند ديريفاتيف، بقدر اني اطلع السكند ديريفاتيف of the order of OH تربيع، O of H تربيع. أوكي شباب، اللي حتكون عندي F double prime of XI بتساوي minus F of XI plus 3 plus 4 F XI plus 2 minus 5 F XI plus 1 plus 2 F XI الكل مقسوم على H تربيع. بس تنساش عندها إنها the order of O H تربيع. أوكي هلا هاي بدي أسميها equation 4. هل عندي هون تصار في ايش؟ equation 1 اللي عندي اياها هون، equation 2 اللي عندي اياها للسكند ديريفاتيف، اوكي وعندي الايكويشن 3 والايكويشن 4 هاي. هذول كلهم بسميهم forward finite divided differences f f d d. اوكي شباب، اوكي طيب. هسا بقدر تطلع كمان الثيرد ديريفاتيف والفورث ديريفاتيف اند سو اون. اوكي هلا هذول اذا بترجع على الكتاب راح تلاقي ملخص لهم كامل. اوكي هلا قايل لك هون نوت انه الفيرجن الثانيه اللي بيكون فيها او اتش تربيع فيها تيرمز انه اكثر بتيلر سيريز اند ذيرفور مور انه اكل. اوكي شباب، دقة ال OH تربيع عندي اياها انه احسن من ال O of H. اوكي شباب، ان ايتش الديريفاتيف عندي اياها هون. اوكي اوكي طيب. هل هذا انه كله كان عندي اياه forward finite divided difference. هلا الفيجر هاي اذا بدك اياها في الكتاب عندي اياها هون page 656. اوكي شباب، اوكي طيب. هلا مره ثانيه هذا انه كله عندي اياه كان فورورد. طيب هلا في كيس ثاني عندي اياه باكورد، اف دي دي فاينايت ديفايدد ديف ديفرنسز. هلا اذا بنرجع على تشابتر 4 تيلر سيريز، بنقدر نشوف انه بنقدر نكتب تيلر سيريز في ان backward away as ايش؟ انه f of xi
minus 1 بتساوي عندي f of xi minus f prime of xi plus h plus f double prime of xi في h التربيع مقسومة على 2 minus and so on. Okay. هسا إذا بدي أستخدم نفس الطريقة اللي استخدمناها في الفورورد finite divided branches بقدر أطلع الـ first derivative وسكند ثيرد اند فورث. اوكي عندي كمان بطلع انه تو كويشنز واحده ذا اوردر اوف او اتش وعندي كمان ذا اوردر اوف او اتش تربيع. اوكي زي ما عندي فورورد عندي كمان باكورد. هسه شو الفرق بين الفورورد والباكورد؟ هسه الفورورد بنحتاج قيمة بالفورورد. أنا بدي تطلع إنه f prime of xi صح؟ هلا هون محتاجين قيم في الفورورد اللي قدام. أوكي؟ أما في الباكورد باكورد إنه عندي إيش؟ أنا بدي أطلع f prime of xi بس محتاج f إنه f of xi minus 1 في الباك في الخلف. اوكي شباب هلا الفيجر هاي عندي اياها موجوده في الكتاب بيج 657. اوكي عندي اياها هون سوري عندي اياها هون. اوكي عندك اياها واضحه اكثر هون. اوكي شباب اوكي اوكي طيب مره ثانيه في الباكورد بحتاج لقيمه السابقه xi minus 1 xi minus 2 xi minus 3 minus 4 and minus 5. مرة ثانية في الباكورد بنحتاج إلى قيمة في الباك، أما في الفورورد بنحتاج إلى قيمة فورورد. أوكي يا شباب أو قدام البوينت اللي أنا بدي إياها أطلع الديريفاتيف إنه إلها. أوكي يا شباب أوكي هلا زي ما فيه فورورد وباكورد عندي كمان انه في سنتر يجي بالنص السنتر ديفايدد ديفرنسز او سنتر اب دي دي. هسه اذا بناخذ تيلر سيريز بالفورورد وبالباكورد وبنطرح بي من اي او انه ايكويشن اي ماينس ايكويشن بي راح يطلع عندي ال 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 equation of Taylor series of the center. اوكي هسا اللي راح يكون عندي f of xi plus 1 بتساوي f of xi minus 1 plus 2 f prime of xi times h plus 2 f triple prime. هاي اوكي xi h cube مقسومه على 3. اوكي شباب اوكي هسا من هون انا بقدر اني أطلع إيش f prime of xi اللي حتكون عندي f prime of xi بتكون بتساوي f of xi plus 1 minus f of xi minus 1 مقسوم على 2h. هسا إذا ملاحظين هون إنه أنا بدي أطلع قيمة جاية centered بين forward and backward بس إيش إنه the order تبعها هون عندي oh تربيع. ليش ليش؟ علشان عندي اياها جاي من two first in order approximation. فال error هون عندي اياها راح يكون of OH التربيع. يعني ايش؟ انه دقة finite or sorry دقة centered عندي اياها انه احسن من backward والforward. هسا بين الforward والbackward بنعرفش مين فيهم دقته أحسن، أما دائما السنتر دقته إنه أحسن من الفورورد and backward. أوكي يا شباب هسا بنفس الطريقة بقدر إني أطلع الديريفاتيف of the first والthe second والthe third and the fourth. عندي كمان two equations of each derivative OH تربيع اللي عندي اياها جايه من two first in orders
اما عندي الايكويشن الثاني عندي اياها اوف او اتش 4 اللي عندي اياها كمان جاي من ايش؟ من 2 سكند ان اوردر ابروكسيميشن، اذا حتكون عندي اياها او اتش اقوى 4. اوكي يا شباب، اوكي طيب مره ثانيه دقه السنتر ديفايدد الدفرنس عندي اياها احسن بكثير من الفورورد والباكورد. اما بين السنتر وفورورد بين فورورد وباكورد ما بنعرف، ممكن تكون الفورورد مره ادق ممكن تكون الباكورد مره ادق، اما السنتر دائما عندي اياها دقه تبعتها انه احسن من الفورورد ان باكورد. اوكي هسه اذا بدك تشوف تفاصيل زياده عن تايلر سيريز السنترد والفورورد ترجع على شابتر 1 عندك سكشن 4.1.3 اللي عندي اياها هون. اوكي شباب هاي الباكورد اذا بدك تقرا عنها زياده، وعندي هون السنتر. اوكي شباب اوكي طيب اوكي هسه خلينا نشوف هون كم من مثال اكزامبل. اذا معطيك الفانكشن اف اكس عندي معطى هون، اوكي طالب منك انك توجد انه اف برايم اوف النص ليت الستيب سايد اياها 0.25، بدي منك توجد الديريفاتيف هاي باستخدام كل الميثودز التي فورورد باكورد والسنتر. فورورد انه بدي اياها the order 1 و 2 والباكورد كمان the order of 1 و 2، اما في السنتر بدي اياها the order of h تربيع والh قوة 4. اوكي طيب نشوف هسه التي فورورد ال o of h the order of o of h. اوكي هسه انه كانت عندي الديريفاتيف هون f prime of xi بتساوي f xi plus 1 minus f of xi مقسوم على h. هلا عندي هون انه xi عندي اياها نص اللي انا بدي اياها هون xi نص، وبدي ال xi plus 1 xi plus 1 هي عندي اياها بتساوي انه xi plus h الستيب سايز اللي عندي اياها 0.75. اوكي حتكون عندي اذا الديريفاتيف هون بتساوي f of ال 0.75 minus f ال 0.5 مقسوم على h، h عندي اياها 0.25. هلا هذول بطلعهم بعوض بالفانكشن هذا راح يطلع معي قيمه f ال 0.5 و f of 0.75. اوكي اذا بنحسب هاي راح يطلع معي الديريفاتيف هون عندي اياها minus 1.155. اوكي طيب the order of h تربيع الايكويشن انت اياها هون لا تحفظوا شيء نهائيا، انه في الامتحانات حتكون انت جايب معك النوت او بعطيك انا من عندي شيت فيها كل الايكويشنز هاي، لا تحفظوا شيء نهائيا يا شباب. اوكي طيب الديريفاتيف هون عندي اياها بتكون function of xi plus 2 والxi plus 1 والxi. طيب شو xi؟ الxi عندي اياها النص هاي صح، وxi plus 1 اللي هي عندي اياها xi plus h اللي عندي اياها 0.75، وxi plus 2 اللي عندي اياها xi plus 1 plus h or xi plus 2h اللي حكون عندي اياها هون واحد. لو بعوضهم بعوض القيم هاي بالتي فانكشن اف اللي عندي هون راح يطلع معي قيمه الديريفاتيف هون 0.859. اوكي هسه لو بدنا نشوف الباكورد فاينايت ديفايدد ديفرنسز ذا اوردر اوف اتش 1 حتكون عندي الديريفاتيف اي فانكشن اوف الاكس اي والاكس اي ماينس 1 انه اكس اي عندي اياها 0.5 واكس اي minus 1 اللي هي عندي اياها بتساوي xi minus ال step size اللي حتكون عندي اياها 0.25. بعوضهم وبعوض بال function f راح يطلع معي انه قيمه ال derivative هون 0.714 minus طبعا. اوكي
اوكي طيب the order of h تربيع عندي اياها function of xi xi minus 1 وال xi minus 2 صح هلا انه xi عندي اياها 0.5 و xi minus 1 عندي اياها ال xi minus h عندي 2.5 و 0.25 سوري و xi minus 2 اللي عندي اياها xi minus 1 minus h او xi minus 2h اللي حتكون عندي اياها هون قيمتها 0 بعوض عندي بالفانكشن f راح يطلع معي انه قيمه الديريفاتيف هون عندي اياها minus 0.878 اوكي السنتر عندي اياها بنفس الطريقه x plus 1 ان اي بلس 1 عفوا و اي ماينس 1 اي ماينس 1 عندي اياها 0.25 و اي بلس 1 عندي اياها 0.75 اوكي بطلعهم راح يطلع معي قيمه الديريفاتيف هون ماينس 0.934 اوكي و the order of h4 عندي اياها تعطى في الايكويشن هاي من الفيجرز اللي عندي اياهم هون عفوا هون اوكي شباب الايكويشن هاي اوكي بعوض فيها انه اكس اي ماينس 1 اكس اي بلس 1 هاي بلس 1 عفوا هاي انه اي بلس 2 اي بلس 2 اوكي اذا بدك تو ميك شور بترجع على الفيجر اللي عندك في الكتاب او في النوتس اللي عندي اياها هون فانه اذا بنرجع للفيجر اللي في الكتاب اللي عندي اياها هون بلس 2 اوكي عندي اياها هون اكس اي بلس 2 اوكي شباب هسه لو بنحسب هون راح يطلع معك انه قيمه اف برايم اوف النص تكون عندي اياها ماينس 0.1 ماينس 0.9125 اوكي هسه بدي منك الشغله اذا بنعرف انه ذا اكزاكت فالي اوف انه اف برايم اوف نص عندي اياها ماينس 0.9125 احسب لي epsilon t relative true error for each case يقارن لي بالدقة اوكي يا شباب اذا بدك details ثانية ترجع على example 23.1 page 658 اللي عندي اياها هون اوكي يا شباب اذا بدك تفاصيل ثانية انت اياها هون اوكي هلا اللي بدي اياه منك هو انه تكمبير او تقارن دقة كل ميثود تشوف مين كان فيها دقته احسن من الثاني اوكي لحد هون بكون خلصت الشابتر 23 يعطيكم العافية.